فقط نحب نتشكر من السيد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اللي أوقف ملف الفساد في نادي الحرية والاستثمار الخاطئ، وأوقف أيضا الاستثمار في ملاعب كرة القدم الشعبية في مدينة الحرية في دور نواب الضباط. وبعد أن كان ضيف معانا، ثاني يوم زار وفد من مدينة الحرية وجهائها وإعلاميها ولاعبين ومدربين، وسوى مؤتمر صحفي بالبرلمان وبلغ الجهات المسؤولة. كل الحب والشكر والتقدير للكابتن، حياك الله. وأيضا شكرك.